السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فاجعل بحولك وقوتك كل صعب علينا سهل. شباب أولى ثانوي، عايز بس الأول أراجع لك على منهج تاني إعدادي بتاع الفاكتورايزيشن كله قبل ما أبدأ أحل معاك الهوم ورك بتاع ليسون 2 في الألجبرا. عايزك تركز وأستأذنك اللي أنا هكتبه ده يا ريت تكتبه ورايا في ورقة وتخليه معاك وتذاكره كويس وتحفظه كويس عشان خاطر هو مهم وانت عندك مشكله فيه وبسببه بيبقى عندك اخطاء كتير. انا عايز اراجع على كل انواع الفاكتورايزيشن اللي خدناها. بص يا باشمهندسين، اولا كده لو انا جيت مثلا وقلت لك ان انا عندي براكت اسمه اكس بلس اي عليه باور 2، البراكت اللي عليه سكوير ده لما اجي افكه بيتفك كالاتي، بيتفك كده. ركز، اقول لك بيتفك ازاي. بنعمل اول واحد باور 2 وبنعمل التاني بنعمل له باور 2، ده الاول وده التاني، ماشي؟ التاني ده دايما بالبوستيف، لو الساين اللي في النص بوستيف نحط هنا بوستيف، ولو الساين اللي في نص البراكت نيجاتيف نحط نيجاتيف. طب مين بقى اللي بتحط هنا؟ بنضرب الفيرست اللي هو اول واحد ملتبلاي السكند، يعني اول ترم تايمز تاني ترم، بس بنضربهم في اتنين. يعني ايه؟ ركز بقى معايا وصلي بينا على النبي. تعالى فك لك البراكت اللي عليه سكوير ده، يلا الاول سكوير يبقى اكس سكوير، التاني لما تعمل له سكوير تبقى ايه سكوير؟ دي دايما بالبوستيف. طب هنا بلس ولا ماينس؟ هنا بلس اهو، لما تنزل تنزل زي ما هي. في النص بنعمل الاول تايمز الثاني تايمز 2، يعني هتضرب الاكس في الاي تبقى اكس اي، تضربها في 2 تبقى 2 اكس اي. طب تعالى واحده كمان، لو قلت لك مثلا عندي براكت اسمه ام ماينس ان عليه سكوير، يلا انا عايز افك ده، سمع لي بقى، هعمل للاول سكوير تبقى الام سكوير، الاول سكوير. طب لما اعمل للثاني سكوير يبقى اسمه ان سكوير، التاني دايما بالبوستيف. لو في النص هنا نيجاتيف انزل نيجاتيف، بنحط مين في النص؟ ده تايمز ده تايمز 2 يبقى 2 ام ان. يبقى انت دلوقتي حضرتك بتعرف تفك اي براكت عليه سكوير. ادي حاجه. ايه الحاجه التانيه؟ ثانيه بس امسح دول. ايه الحاجه التانيه؟ طيب لو قلت لك ان انا عندي مثلا براكت عايز اعمله تايمز براكت، هنا في حاجة وهنا في حاجة والإشارات الاتنين مثلا بلس، تعالى كده نقعد ندردش مع بعض في كل الأوبشن اللي ممكن يظهر لي، يعني مثلا عندي هنا A بلس B وعندي هنا C بلس D، عايز أعمل ده تايمز ده، ركز معايا الله يرضى عليك. عشان تضرب البراكت ده في البراكت ده بتعمل كده، بص الفيرست تايمز الفيرست، وتعمل الفيرست تايمز السكند، وتعمل السكند تايمز الفيرست، والسكند تايمز السكند، يلا تعالى نعملهم واحدة واحدة. لما اعمل ال A تايمز ال C يبقى اسمها A C، الاثنين بالبوستيف. طب بص الرقم ده اسمه A بوستيف والرقم ده اسمه D بوستيف، يبقى ينزل الساين الاول الاشاره بوستيف وبعدين A تايمز D. طب لما اجي اعمل الثاني تايمز الاولاني، الثاني ده اشارته ايه؟ بوستيف جدع، وده اشارته ايه؟ بوستيف، يبقى الناتج بوستيف. لما اعمل ال B تايمز ال C تبقى B C. طب بص اخر واحد السكند تايمز السكند، بوستيف بوستيف تبقى بوستيف، وال B تايمز D ادي B تايمز D. على واحده كمان، طب لو قلت لك عندي براكت اسمه A ماينس البي عايز اعمله تايمز براكت اسمه سي بلس دي، ركز معايا الله يرضى عليك، مش هينفع تبقى بتغلط في الاخطاء دي. يلا واحده واحده بقى هعملها، الفيرست تايمز الفيرست بوستيف بوستيف يبقى الناتج بوستيف، A تايمز سي تبقى A سي. طب ركز، عامل الفيرست تايمز السكند، الفيرست بوستيف والسكند بوستيف تبقى بوستيف A دي. طب يلا سكند تايمز الفيرست تبقى نيجاتيف بي سي. طب السكند لما اعمله تايمز السكند، بص ده نيجاتيف وده بوستيف، يبقى الناتج اكيد نيجاتيف، واعمل البي تايمز الدي. تعالى واحده كمان، طب لو قلت لك براكت اسمه اي ماينس بي عايز اعمله تايمز براكت اسمه سي ماينس دي، نفس الكلام. يلا تعالى واحده واحده، لما اعمل الفيرست تايمز فيرست بوستيف اي تايمز بوستيف سي يبقى اسمها اي سي. طب لما اعمل السكند تايمز الفيرست، لما اعمل A تايمز نيجاتيف D تبقى اسمها نيجاتيف A D. لما اعمل السكند تايمز السكند، سكند تايمز فيرست يبقى النيجاتيف عشان الاولاني نيجاتيف والتاني بوستيف يبقى نيجاتيف B C. طب لما اعمل السكند تايمز السكند، نيجاتيف في نيجاتيف تبقى جدع بوستيف، والبي لما تتضرب في الدي تبقى B D. الحاجات دي مهمة وما ينفعش انك تغلط فيها. طب حتة كمان كده وركز الله يرضى عليك. طب لو قلت لحضرتك ان انا عندي براكت اسمه A بلس B عايز اعمله تايمز M، عادي جدا، رقم عشان اعمله تايمز M اعمل الفيرست تايمز الفيرست والرقم ده تايمز السكند، بص تايمز ده كده اهو، يلا اكتب اهو تايمز ده كده،
يبقى لما تعمل ام تايمز ايه تبقى ام ايه. طب لما تعمل ام تايمز بي تبقى الام بي. باشا الساين دي بوزيتيف والرقم ده بوزيتيف يبقى نزل هنا بوزيتيف. طب لو الاشاره دي كانت نيجاتيف يبقى احط الساين هنا ايه؟ نيجاتيف. الكلام ده مهم وانت للاسف بتغلط فيه، اتمنى تبقى انت فهمته وجربت تعمله كده مره واثنين وثلاثه. طيب تعالى نبدا نحل. طيب قبل ما احل تعالى بس انا عايز افكر حضرتك بحاجه كده. ليسون 2 كان بيتكلم على ايه؟ بس ركز معايا الله يرضى عليك. كان بيتكلم على ان انا عايز اعمل ديترماين، عايز اعمل ديترماين التايب اوف روتس، يعني عايز اجيب نوع النواه. هفكرك كده بالدرس بسرعه قبل ما نبدا نحل. صلي بينا على النبي. باشمهندسين لو انا كنت عايز اعرف التايب بتاع الروت كنا بنروح نعمل البي سكوير ماينس الفور اي سي، وقلت لك ليه بنستخدم دي واديتك ثلاث مسائل حليناهم وشفنا كل الاشكال اللي ممكن تطلع. لو اللي جوه الروت ده طلع اشارته بوزيتيف وكلمه بوزيتيف يعني اكبر من الزيرو، يبقى ده معناها ان انا عندي حلين تو، قول معايا يا جدع، تو ديفرنت ريل روت، يعني حلين مختلفين وريل يعني مش كومبلكس ما فيهمش اي. طب لو اللي جوه الروت ده طلع بالنيجاتيف، بالنيجاتيف يعني اصغر، او اقول لك على حاجه تعالى نعمل تايب 2 هنا. طب لو اللي جوه الروت ده طلع زيرو، لو طلع زيرو يبقى انت عندك حلين تو ايكوال، جدع الله يرضى عليك، تو ايكوال ريل روتس، يعني حلين ريل وايكوال يعني زي بعض بالظبط. طب لو اللي جوه الروت ده طلع رقم بالنيجاتيف، وكلمه رقم بالنيجاتيف يعني سمولر ذان زيرو، يبقى عندك حلين تو كومبلكس، تو كومبلكس نمبر اند نون ريل، حلين كومبلكس ومش ريل. في مشكله كده؟ ده الملخص السريع للدرس عشان ابدا احل. تعال نبدا كده نحل واحده واحده. في السؤال ده بيقول لك انا عايز اعرف ديترماين التايب بتاع الروت لكل الاسئله اللي جايه. طب تعال نمسك سؤال سؤال، وانا بالنسبه لي السؤال ده سهل قوي عشان هو مديك الاي 49 ومدي لك البي بنيجاتيف 14 ومدي لك السي عباره عن 1. فانا عشان اجيب النوع هضطر اروح اعرف اشاره البي سكوير ماينس الفور اي سي بتساوي كام. يلا مديني كده البي عباره عن نيجاتيف 14، اوعى تنسى البراكت اللي عليه سكوير، ماينس 4 تايمز الاي اللي هي 49 تايمز السي اللي هي 1. انا هعمل دي على الكالكليتر، يلا اشتغل معايا، انا هعملها والله جنبك اهو على الكالكليتر. لو طلعت بوست يبقى تايب 1، طلعت 0 يبقى تايب 2، لو طلعت بالنيجاتيف يبقى تايب 3. انا حسبت طلعت 0، طالما طلعت 0 يبقى ده معناها ان انا عندي حلين تو ايكوال، تو ايكوال ريل روتس. انا كده خلصت المساله بس عايز اطلب منك طلب. المساله خلصت يا باشا، لو جربت تحل المساله دي على الكالكليتر مود 5 3، اعمل كده معايا مود 5 3، واللي معاك الكالكليتر الكحلي هيعمل مود 3 3، اللي معاه الرمادي بيعمل مود 5 3. اول رقم 49، تاني رقم نيجاتيف 14، تالت رقم سي اللي هو 1 ايكوال ايكوال. هيطلع لك الناتج اجابه واحده اسمها 1 اوفر 7. هو انا ما سالتش على الاجابه بس انا بفهمك ان هي طلعت اجابه واحده 1 اوفر 7، يبقى هم فعلا حلين ريل وايكوال. كلام عظيم. السؤال اللي بعديه المساله فيها مشكله شويه فانا محتاج اظبطها. انا قلت لك من شويه لو عندي رقم مضروب في براكت اعمل الرقم ده تايمز الاولاني والرقم ده تايمز الثاني. يلا اكس تايمز اكس تبقى اكس سكوير ماينس زي ما هي. طب اكس لما تضرب في 2 تبقى 2 اكس ايكوال 5. جدع يالا، دخل ال 5 جوه بعكس الساين عشان لازم الايكويشن تبقى ايكوال 0. يبقى اكس سكوير ماينس 2 اكس ماينس ال 5 ايكوال كام؟ 0. شايف المنظر ده؟ قول لي كده الاي بتساوي كام؟ 1. جدع، البي نيجاتيف 2، السي نيجاتيف 5. انا كده معايا الاي والبي والسي صح؟ اقدر اجيب النوع بسهوله، اروح اعمل بي سكوير ماينس ال 4 اي سي. البي نيجاتيف 2 سكوير ماينس 4 تايمز الاي ب 1 تايمز السي ب نيجاتيف 5. انا عايز اعرف اشاره ده ايه؟ بوزيتيف ولا نيجاتيف ولا زيرو؟ يبقى هعمل على الكالكليتر نيجاتيف 2 سكوير ماينس 4 تايمز ال 1 تايمز ال تايمز النيجاتيف 5. طلع الناتج ده بوزيتيف، ماليش دعوه طلع كام، ها طلع بوزيتيف. طالما طلع بوزيتيف يبقى طيب كام؟ جدع، طيب 1. يعني ايه بقى طيب 1؟ يعني عندي حلين تو ديفرنت ريل روتس. في مشكله كده؟ تعالى نمسك السؤال اللي بعديه. طيب المساله حلوه بس انا للاسف الاي والبي والسي مش ظاهرين قدامي، فانا محتاج اظبط شكل المساله عشان اعرف اجيب الاي والبي والسي. اسال بس سؤال الاول، باشا هو البراكت ده، البراكت اللي هو حاطه، البراكت اللي هو ده كده، القوس ده ليه لازمه؟ لا. عارف ليه؟ البراكت بيبقى ليه لازمه في حالتين، لو مضروب في حاجه او عليه باور، والبراكت ده لا مضروب في حاجه ولا عليه باور، فده معناها ان الاكس ماينس 11 تنزل زي ما هي. طب اسال بقى سؤال،
البراكت ده مضروب في كام؟ قول لي البراكت ده مضروب في كام؟ اي حد هيقول البراكت ده مضروب في اكس يبقى حمار. البراكت ده شاطر مضروب في نيجاتيف اكس، يبقى هضرب مره النيجاتيف اكس هنا واضرب مره النيجاتيف اكس اللي بره هنا. نيجاتيف اكس تايمز اكس تبقى النيجاتيف اكس سكوير. طب نيجاتيف اكس تايمز نيجاتيف 6 تبقى بوزيتيف، جدع عشان نيجاتيف في نيجاتيف، بوزيتيف 6 اكس، شاطر، ايكوال 0. تعالى بقى نجمع على شبه بعض مع بعض، يعني نعمل لايكتين. اولا الرقم ده ما فيش حاجه زيه فيسيبه زي ما هو نيجاتيف اكس سكوير. وبعدين عندنا في هنا 1 اكس وفي هنا 6 اكس، يبقوا عباره عن 7 اكس اللي هي 1 بلس 6. والنيجاتيف 11 زي ما هي ايكوال كام؟ 0. الله يرضى عليك. مليني بقى الاي بتاعتك بتساوي كام؟ نيجاتيف 1، جدع. البي بتساوي كام؟ 7. والسي بتساوي كام؟ نيجاتيف 11. تعالى بقى نروح نشوف اشاره البي سكوير ماينس ال 4 اي سي تطلع تايب 1 ولا تايب 2 ولا تايب 3. البي اللي هي 7 سكوير ماينس 4 تايمز ال 1 نيجاتيف 1 تايمز السي نيجاتيف 11، جدع. حط بقى دي كلها على الكالكليتر وتطلع لك بوزيتيف. طالما طلع بوزيتيف يبقى تايب كام؟ 1. يعني ايه بقى تايب 1؟ اوعى تكتب لي تايب 1، تكتب لي 2 ديفرنت ريل روتس. ولو انت حليتها على الكالكليتر على فكره هيطلع لك حلين ديفرنت وريل، يعني ما فهمش اي. تعال نشوف اللي بعديه. نفس الفكره اللي انا شرحتها في الاول، انا مشكلتي هنا ان انا عندي براكت عليه باور 2، فالبراكت اللي عليه باور 2 محتاجه افكه بس. يلا تعالى نمسك البراكت ده نفكه. فاكر بتفك كام ترم؟ 3، شاطر. الاول سكوير يبقى الاكس سكوير، والتاني نعمل له سكوير يبقى 4، دايما بالبوست. الاشاره دي بوستيف اللي في النص اهي تنزل زي ما هي. سمع لي بقى مين بيتحط في النص؟ الاول تايمز التاني تايمز 2، يعني اكس تايمز 2 تبقى 2 اكس ملتبلاي 2 بتاعت الرول تبقى 4 اكس. اوعى تنسى تنزل البوست 5 دي ايكوال 0. يلا اكس سكوير وال 4 اكس زي ما هي، هجمع ال 4 دي مع ال 5 عشان دول زي بعض، دول ارقام زي بعض لايك تيرم، يبقى بلس 9 ايكوال 0. خلصت. يبقى الاي عندك ب 1 والبي عندك ب 4 والسي عندك ب 9. عايز اعرف ايه التايب بتاع الروتس، النوع، النوع بتاع النواتج. اعمل البي سكوير ماينس ال 4 اي سي. البي اللي هي 4 سكوير ماينس 4 تايمز الاي 1 تايمز السي اللي هي 9. اعمل بقى 4 سكوير على الكالكليتور ماينس 4 تايمز 1 تايمز 9، يطلع الناتج نيجاتيف. يعني بقى نيجاتيف؟ يعني يطلع لك حلين 2 كومبلكس نمبر، حلين كومبلكس اند نون ريل ومش ريل روتس اللي هي تايب 3. فيها مشكله؟ اللي بعديها. السؤال اللي بعده انا كنت محفظك جمله كده ولازم تبقى حلقه في ودنك، الله يرضى عليك. لو عندك حاجه مضايقاك اضرب فيها. كنت دايما بقول لك لو عندك حاجه مضايقاك اضرب فيه، كنت بقول لك اللي مضايقك اضربه. يعني ايه بقى اللي مضايقك اضربه؟ بص يا معلم، لو انا عندي هاف التو دي مضايقاني، فبص اللي هيحصل لو انا ضربت المساله دي في اتنين، التو هتطير مع التو يطلع ناتج 1. طب لو عندي مثلا 5 اوفر 6، ال 6 اللي تحت مضايقاني فضربت في 6، هتلاقي ال 6 طلعت مع ال 6 بقى لك كام؟ 5. فعشان كده بقول لك الحاجه اللي مضايقاك لو ضربت فيها هتطير. طب انا اسالك سؤال، ايه اللي مضايقك في المساله دي؟ جدع شاطر، الاكس. ما تقوليش 9، لا الاكس اللي مضايقاني. فانا هعمل المساله كلها ملتبلاي الاكس. ركز عشان في ناس ما بتعرفش تضرب في اكس. يعني ايه بقى اعمل المساله كلها تايمز اكس يا معلم؟ يعني الرقم الاولاني هيتضرب في الاكس، والرقم الثاني يتضرب في الاكس، والرقم الثالث يتضرب في الاكس. بص بقى العظمه اللي هتحصل. الاكس تايمز اكس تبقى اكس سكوير. طب الاكس دي هتطير مع الاكس دي يبقى لي كام؟ جدع 9. ايكوال ال 6 لما تتضرب في الاكس تبقى 6 اكس، دخل دي جوه بعكس الساين، يبقى اكس سكوير ماينس 6 اكس دلوقتي بلس 9 ايكوال 0. الاي بتاعتك بتساوي كام؟ 1. والبي بتساوي كام؟ نيجاتيف 6 جدع. والسي بتساوي كام؟ 9. كده معاك الاي ومعاك البي ومعاك السي. عشان تجيب النوع هتعمل بي سكوير ماينس 4 اي سي. تعال نعوض يلا. البي بنيجاتيف 6 سكوير ماينس 4 تايمز الاي اللي هي 1 تايمز السي اللي هي 9. حسبت دي كلها على الكالكليتر. اعمل بقى نيجاتيف 6 سكوير ماينس 4 تايمز 1 تايمز 9، اوعى تنسى البراكت، طلعت 0. طب لو طلعت 0 يبقى ده تايب كام؟ جدع تايب 2. يعني ايه تايب 2؟ يعني عندي حلين 2 ايكوال ريل روتس، يعني حلين ريل وزي بعض وايكوال. فيها مشكله؟ تعال نشوف اللي بعديها. السؤال ده بيقول لك اكس ماينس 2 اوفر اكس ماينس 1 ايكوال 4. نفس الكلام هقوله لك تاني. قول لي كده يا باشمهندس مين اللي مضايقك؟ جدع هتقول لي يا مستر انا اللي مضايقني اللي تحت ده اللي هو اكس ماينس 1، واحنا لسه قايلين اللي مضايقك اضربه.
يبقى انا هضرب المساله كلها مالتبلاي اكس ماينس 1. ركز عشان في ناس ما بتعرفش يعني ايه تضرب الايكويشن كلها في اكس ماينس 1. صلي بينا على النبي. هضرب الايكويشن كلها في اكس ماينس 1، يعني الترم الاولاني ده هضربه في اكس ماينس 1، والترم الثاني ده هضربه في اكس ماينس 1، والترم الثالث ده هضربه في اكس ماينس 1. ركز بقى معايا واحده واحده. الاكس دي هتتضرب في الترمين دول. يلا اكس تايمز اكس تبقى اكس سكوير جدع. طب اكس تايمز نيجاتيف 1 تبقى نيجاتيف اكس. فيها مشكله؟ يلا النيجاتيف دي نزلها هنا زي ما هي. بص بص باو باو اكس ماينس 1 طارت مع اكس ماينس 1، فيبقى لي مين بس؟ ال 2 ايكوال. اضرب بقى البراكت ده في 4، هضرب ال 4 مره هنا وال 4 مره هنا، يبقى عندي 4 اكس ماينس 4. يلا دخل كل ده جوه، يبقى عندي اكس سكوير ماينس اكس ماينس 2 زي ما هي، وهدخل بقى جوه نيجاتيف 4 اكس بلس 4. الكلام ده كله ايكوال كام؟ زيرو جدع. يلا تعالى نظبط شكل المساله. هنجمع الواي كتير مع بعض، يبقى انا عندي دلوقتي الاكس سكوير ظهرت مره واحده. طب هنا في نيجاتيف اكس وهنا في نيجاتيف 4 اكس، يبقوا مع بعض اسمهم نيجاتيف 5 اكس اللي هي نيجاتيف 1 ماينس 4. طب عندي نيجاتيف 2 والبوزيتيف 4، نيجاتيف 2 والبوزيتيف 4 دول لايك تيرم، يعني ارقام زي بعض، لما تجمعهم مع بعض يطلع الناتج بوزيتيف 2 ايكوال 0. انا كده معايا الاي ايكوال 1 ومعايا البي ايكوال نيجاتيف 5 ومعايا السي ايكوال كام؟ 2. عايز اجيب التايب اوف روت، فاروح احسب البي سكوير ماينس ال 4 اي سي اشوف بتساوي كام. يلا مليني البي نيجاتيف 5 سكوير ماينس 4 تايمز الاي 1 تايمز السي اللي هي 2. امسك بقى الكالكليتور بتاعتك واحسب الكلام ده، قول لي الناتج طلع عباره عن ايه؟ طلع عباره عن بوزيتيف. وطالما طلع بوزيتيف يبقى تايب 1 ولا تايب 2 ولا تايب 3؟ جدع. تايب 1 يعني ايه بقى تايب 1؟ يعني عندي 2 ديفرنت ريل روتس، يعني لحلين هيبقوا ريل وكمان مختلفين. السؤال اللي بعديه، تعالى بس اقول لك احنا القصه بتاعتنا اصلا هنعمل ايه؟ مبدئيا كده البراكت ده والبراكت ده هضربهم في بعض واحط الناتج بتاعهم هنا. طيب تعالى نعمل كده الاول واحده واحده. يلا الاول تايمز الاول اكس تايمز اكس تبقى اكس سكوير. طب الاول في الثاني اكس تايمز نيجاتيف 7 تبقى نيجاتيف 7 اكس. تمام. يلا الثاني تايمز الاول نيجاتيف 1 تايمز اكس تبقى نيجاتيف اكس. الثاني تايمز الثاني نيجاتيف 1 تايمز نيجاتيف 7 تبقى بوزيتيف 7 ايكوال. يلا اضرب بقى البراكت ده كله في 2. تعالى نمسك الناحيه الثانيه، البراكت ده مضروب في كام؟ في 2. تعالى نضربه في 2، يبقى عندك 2x ماينس 6. يبقى انا كده ضربت البراكت ده في 2، 2x ماينس 6 ماشي، والبراكت الثاني زي ما هو ادي x ماينس 4. يبقى انا ضربت ال 2 في البراكت الاولاني اهو، ضربت ال 2 مره هنا ومره هنا بقت 2x ماينس 6، والبراكت الثاني زي ما هو. يلا اضرب بقى البراكت ده في البراكت ده، الاول مع الاول 2x تايمز x تبقى 2x سكوير. طب 2x تايمز نيجاتيف 4 تبقى نيجاتيف 8x. طب نيجاتيف 6 تايمز x تبقى نيجاتيف 6x. طب نيجاتيف 6 تايمز نيجاتيف 4 تبقى بوزيتيف 24. ضربت البراكت في براكت زي ما عملنا من شويه. انا بس هسيب الايكوال في النص هنا زي ما هي، وعايز اجمع الارقام اللي شبه بعض مع بعض، دول زي بعض ودول زي بعض. الاكس سكوير زي ما هي، نيجاتيف 7 اكس ماينس اكس على الكالكليتور عباره عن نيجاتيف 8 اكس، والبوزيتيف 7 زي ما هي. ال 2 اكس سكوير زي ما هي، طب نيجاتيف 8 اكس ماينس 6 اكس تبقى نيجاتيف 14 اكس. اوعى تنسى البوزيتيف كام؟ 24. انا عايز الايكويشن بتاعتي تبقى ايكوال 0، فلازم ادخل 3 جوه مع 3 تانيين. يعني بص، يا اما تاخد الثلاثة دول توديهم هناك بعكس الساين، او ركز، او اخد الثلاثة دول اوديهم هناك بعكس الساين، اللي انت عايز اعمله. انا هسيب الثلاث ترمات اللي في الاول دول زي ما هو، بص زي ما هم هم. دخل بقى اللي بره دول جوه، يبقى عندي نيجاتيف 2x سكوير بلس 14x ماينس 24. تعالى بقى نجمع اللي شبه بعض مع بعض لايك تير. بص عندي هنا x سكوير وهنا نيجاتيف 2x سكوير، يبقى 1 ماينس 2 بنيجاتيف x سكوير. طب عندي هنا نيجاتيف 8x وعندي هنا بوزيتيف 14x، اجمعهم مع بعض يطلع الناتج بوزيتيف 6x. عندي هنا رقم اسمه 7 ورقم اسمه نيجاتيف 24، اجمعهم مع بعض يطلع الناتج نيجاتيف 17 ايكوال 0. المساله كده خلصت ليه؟ عشان انا معايا الاي بنيجاتيف 1 ومعايا البي ب 6 ومعايا السي ايكوال نيجاتيف 17. اقدر احسب دلوقتي البي سكوير ماينس ال 4 اي سي بتساوي كام؟ البي اللي هو 6 سكوير
ماينس 4 تايمز الاي اللي هو نيجاتيف 1 تايمز السي نيجاتيف 17، هيطلع النيجاتيف ده بالنيجاتيف، ومعنى ان هو طلع بالنيجاتيف احسبها كده معايا يبقى 6 سكوير ماينس 4 تايمز نيجاتيف 1 تايمز نيجاتيف 17 طلعت نيجاتيف، ماليش دعوه نيجاتيف كام، بس طالما طلع بالنيجاتيف يبقى تايب 3، وكلمه تايب 3 يبقى عندي 2 كومبلكس اند نون ريل، حلين كومبلكس ومش ريل روتس طبعا. فيها مشكله؟ اللي بعده بيقول لك هنا بقى هيعكس هو الدنيا شويه، بس ركز بقى الله يرضى عليك في الكلمتين دول، هو اللي مديك النوع. بص بيقول لك ايه؟ بيقول لك الاثنين روت ايكوال، كلمه ايكوال دي جباره. طب ممكن اسال سؤال؟ هوريك حاجه، بص هوريك حاجه، فاكر السمر اللي احنا عملناه ده؟ هي كلمه ايكوال دي ظهرت مع مين؟ مع تايب 2. تايب 2 يعني البي سكوير ماينس الفور اي سي بتساوي كام؟ زيرو. هو اللي قال لك في المساله دي ان الحلين بتوعك ايكوال، فده معناه قبل ما ابص ان اكيد البي سكوير ماينس الفور اي سي بتساوي كام؟ زيرو. اشمعنى؟ عشان هو قال ايكوال، وكلمه ايكوال يعني تايب 2، وكلمه تايب 2 يعني البي سكوير ماينس الفور اي سي بتساوي كام؟ زيرو. طيب مليني كده الاي بتساوي كام؟ 2 جدع، البي بتساوي 5 والسي بتساوي 4K. فيها مشكله؟ تعالى بقى نعوض عشان نجيب الكي بكام. باشمهندس الله يرضى عليك، كان عايزك تبقى مركز في الكلمتين دول، في المساله دي هو اللي مديك النوع ووقع لك حاجه من الاي او البي او السي وعايزك انت اللي تجيبها. يلا تعالى نعوض بقى، البي سكوير بكام؟ يبقى هكتب 5 سكوير ماينس، تعالى نطلعها فوق شويه عشان تكفي، 5 سكوير ماينس 4 تايمز الاي اللي هي 2 تايمز السي اللي هي 4K ايكوال كام؟ زيرو. يلا تعالى واحده واحده، طبعا مش عايز عيل متخلف يقول لي يا مستر اعمل دول كده مع بعض، لا طبعا. ليه؟ النيجاتيف بتنزل زي ما هي الاول، ال 5 سكوير ب 25، 4 تايمز 2 تايمز 4 تبقى عباره عن 32K ايكوال كام؟ زيرو. يلا انا عايز احسب الكيب كام، بص طلع ال 25 دي بره تطلع بالنيجاتيف جدع، يبقى عندي نيجاتيف 32 مكانها ايكوال نيجاتيف 25، كنسل النيجاتيف مع النيجاتيف. انا عايز اعرف الكي بتساوي كام، يبقى عايز اجيب الكي اللي بره على جوه او طلع ال 32 بره بالديفايدد، يبقى 25 اوفر 32 انا كده جبت الكيب كام. في المساله دي هو اللي مديك النوع، وبناء على معرفه حضرتك بالنوع قدرت تحل المساله باستخدام الرول بتاعك وتجيب الكي اللي ناقصك. اللي بعده نفس العنوان بيقول لك ان انا المساله بتاعتي دي الاثنين روت بتوعها ايكوال، يعني برضو البي سكوير ماينس الفور اي سي بتساوي كام؟ زيرو. الله يرضى عليك، ركز عشان خاطر السؤال ده مهم شويه. الاي في السؤال ده عندك ب 1، والبي اللي هو البراكت ده كله اللي هو جنب الاكس، ها البي اللي هو عباره عن 2K بلس 3، والسي اللي هي عباره عن الكي سكوير. انا كده معايا الاي والبي والسي، تعالى بقى نعوض جوه الايكويشن دي عشان ربنا يكرمنا ان شاء الله ونعرف نجيب الكي بكام. يلا اولا بيقول لك البي سكوير، ركز السؤال ده تقيل، البي سكوير يعني ال 2K بلس 3 عليها سكوير ماينس 4 تايمز الاي، الاي بكام؟ ب 1. باشا الاي ب 1 ممكن ما اكتبهاش عادي، ما هي 4 تايمز 1 ملتبلاي السي اللي هي كي سكوير ايكوال زيرو. ركز بقى واحده واحده، خلي بالك انا عندي هنا براكت عليه باور 2، فتعالى نفك كام ترم؟ 3 جدع. الاول هعمل له سكوير، لما تعمل لل 2 كي سكوير تبقى 4 كي سكوير الله يرضى عليك. طب لما تعمل لل 3 سكوير تبقى 9 بالبوزيتيف، هنا كده بوزيتيف تنزل زي ما هي بوزيتيف. مين نحط في النص؟ الفيرست تايمز السكند تايمز 2، يعني هتعمل ال 2 كي اللي هو الفيرست تايمز 3 اللي هو السكند تايمز 2 اللي هو الرول. لما تعمل ده تايمز ده تبقى 6 كي تايمز 2 تبقى 12 كي، يبقى كده فكيت البراكت. اوعى تنسى ان لسه في ماينس 4 كي سكوير زي ما هي ايكوال زيرو. ايه ده؟ ايه ده؟ ده في 4 كي سكوير بالبوزيتيف، في 4 كي سكوير بالنيجاتيف، اتبقى لي 12 كي بلس 9 ايكوال زيرو. يعني ال 12 كي ايكوال طلع ال 9 بره بالنيجاتيف. طب انا عايز من هنا كده اجيب الكي لوحدها، يبقى اللي بره على اللي جوه اللي هي نيجاتيف 9 اوفر 12، او كنا بنقول لك طلع ال 12 دي بره بالديفايدد عشان هي مضروبه في الكي. فيها مشكله؟ سؤال حلو جدا، استخدمت البراكت الباور 2 فكيته ما قلقتش من اي حاجه. اللي بعده السؤال ده جامد جامد قوي قوي قوي، بيقول لك فايند ذا فاليوز اوف ام، خلي بالك من كلمه فاليوز دي، ها يعني ليها كذا ناتج. اوف ذا ريل نمبر ام، يعني ام ده هيطلع رقم صحيح. قال لك ان هي ملهاش نو ريل روت، كلمة ملهاش ريل روت يعني كومبلكس، وكلمة كومبلكس يعني تايب 3، وكلمة تايب 3 يعني البي سكوير ماينس ال 4 اي سي سمولر ذان زيرو. تاني
هو بيقول لك هات لي قيم الام اللي تخلي السؤال بتاعك ملهاش ريل رود. كلمة ملهاش ريل رود يبقى النواتج بتاعتك ايه؟ كومبلكس. طب كلمة كومبلكس دي يعني تايب 3، يعني ايه بقى تايب 3؟ يعني البي سكوير ماينس ال 4 اي سي ايكوال 0. ركز الله يرضى عليك. في السؤال بتاعك مش ده كده الرقم اللي جنب الاكس سكوير اللي هو الاي يعني، يبقى الاي ايكوال ام ماينس 1. حطها في براكت. طيب مين الرقم اللي جنب الاكس؟ اهو الرقم اللي جنب الاكس. اوعى تقول لي 2 ام يا عبيط، لا نيجاتيف 2 ام. البي ايكوال نيجاتيف 2 ام، حطها في براكت. السي اللي هو الرقم اللي لوحده اللي هو ام. يلا هعوض هنا عشان اجيب الام بكام. هقولها تاني، هو انا ليه كتبت دي؟ لانه قال لك نو ريل رود. كلمه ما فيش مش ريل، ما هو تايب 1 ريل وتايب 2 ريل، يبقى الوحيد اللي مش ريل هو تايب كام؟ 3. يعني كومبلكس. يعني ايه بقى كومبلكس؟ يعني البي سكوير ماينس ال 4 اي سي سمولر ذان 0. بص 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 اهي زي السمري، فاكر السمري عامل من شويه؟ اهي اهي سمولر ذان كام؟ 0، يعني بالنيجاتيف. تعالى بقى واحده واحده. يلا البي سكوير مكان البي هكتب نيجاتيف 2 ام اول سكوير ماينس 4 تايمز الاي، الاي اللي هي ام ماينس 1 تايمز السي اللي هي ام سمولر ذان 0. محتاجه منك بس شويه تركيز الله يرضى عليك. خلي بالك ده رقم عليه باور 2، لما تعمل للنيجاتيف 2 باور 2 دي تبقى 4، ولما تعمل للام باور 2 تبقى ام سكوير. هسألك سؤال وركز قبل ما ترد عليا وهديك وقتك. البراكت ده مضروب في كام؟ البراكت ده مضروب في كام؟ اللي قال نيجاتيف 4 بس غلط. البراكت ده مضروب في نيجاتيف 4 وفي ام كمان. يعني البراكت ده كل ترم جواه هيتضرب مره في النيجاتيف 4 ومره في الام. النيجاتيف 4 لما تتضرب في الام تبقى نيجاتيف 4 ام، ولما تتضرب في الام اللي بره تبقى نيجاتيف 4 ام سكوير. قشطه؟ طب استنى، النيجاتيف 4 لما تتضرب مع النيجاتيف 1 جدع تبقى بوزيتيف 4، شاطر. طب البوزيتيف 4 لما تتضرب في الام اللي بره تبقى بوزيتيف 4 ام. الكلام ده كله سمولر ذان كام؟ 0. خلي بالك ان ده هيطير مع ده. اتبقى لي ان ال 4 ام سمولر ذان 0. طب انا عايز الام لوحدها، طلع ال 4 بره بال طلع ال 4 بره بالديفايدد. طبعا 0 ديفايدد 4 اللي هي عباره عن 0. يعني ايه بقى الام اصغر من الزيرو؟ ركز كده، الام اصغر من الزيرو يعني الام بلونج اصغر من الزيرو، يعني من الزيرو للبوستيف انفينيتي ولا النيجاتيف انفينيتي؟ جدع، اصغر من الزيرو تبقى النيجاتيف انفينيتي. طول عمري الانفينيتي اوبن. هو هنا في علامه الايكوال يا شباب؟ لا مفيش علامه الايكوال، يبقى الزيرو هو كمان اوبن. كده انا جبت الفاليوز النواتج بتاعه الام. درس جميل، فيه شويه افكار محتاج بس تبقى انت فاكرها. ربنا معاكم يا شباب، شد حيلكم ونشوفكم على خير. ركز كده وحاول كل مساله تجرب تحلها بايدك. صدقني حتى لو عندك مشكله دلوقتي وانت بتحاول وبتعافر انك واحده واحده تظبط الدنيا دي، باذن الله هتلاقي صدقني الدنيا جميله، وهتبدا هتلاقي نفسك طورت من نفسك كتير. ربنا معاكم ونشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.